السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من الفقرة الأولى في المقاطع المتداولة. يتواصل القمع الحكومي لمتظاهري محافظة النجف المطالبين بإقالة المحافظ لؤي الياسري ومحاسبة الأحزاب الفاسدة باستخدام الرصاص والقنابل المسيلة للدموع والضرب المبرح لليوم السادس على التوالي. التظاهرات المتواصلة منذ نحو أسبوع تطالب بإقالة المحافظ لؤي الياسري المتهم بالفساد الإداري والمالي وتحويل مشاريع إلى الجهات التي تدعمه لبقائه في منصبه، بالإضافة إلى انعدام الخدمات في المحافظة فضلا عن انتشار المخدرات فيها. القمع الحكومي في محافظة النجف أخذ أشكالا عديدة، كان آخرها دهس المتظاهرين بالعجلات رباعية الدفع. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نستمع لشهادات الجرحى الراقدين في مستشفيات النجف في هذا المقطع. سيارتي اندهزت من السيارة، والله والحسين خلصنا الحمد لله. الحمد لله والشكر. تستاهل النجف في دول العراق. الحمد لله. طبعا هذا اليوم قدام الحالة، هذا أحد المصابين وأمير أمير شبح وحسين، وهذا ولد حمود اللي طلع هسه. سيارة سلفادور سلفادورات تجي، هذا متظاهر سلمي شايل علم عراقي تتعدى عليه، أنت تسحق تطلع قبل وسحقه، هذا مواطن وأنت خادم إله، كلكم محافظ رئيس وزراء كل إنسان بالدولة وكل مسؤول بالدولة هو خادم للمواطن وللشعب العراقي. مشاهدينا الكرام نبقى مع نفس الموضوع لكن ننتقل الآن إلى مقطع آخر، حيث نظم ثوار ساحة الحبوب في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار وقفة تضامنية مع متظاهري محافظة النجف المطالبين بإقالة المحافظ لؤي الياسري، حيث طالبوا بوقف القمع وإيقاف استهداف المتظاهرين. لنشاهد. من عاصمة الثورة الناصرية، ثوار الناصرية مع ثوار النجف قلبا وقالبا، نستنكر وندين القمع الوحشي الحاصر على ثوار النجف ورافضين أي عمليات اعتقال واغتيالات، نحن معكم قلبا وقالبا. عاش العراق. نستمر بنفس الموضوع مشاهدينا الكرام ونبقى أيضا في محافظة ذي قار، لكن هذه المرة ننتقل إلى قضاء الشطرة في المحافظة، حيث أكد ثوار الشطرة في بيان لهم على رفضهم لعمليات القمع الحكومي ضد المتظاهرين المطالبين بإقالة المحافظ لؤي الياسري محافظ النجف. دعونا نستمع لبيانهم. ساحة ثوار الشطرة الأحرار رسالة إلى القوات الأمنية التي تواجه الأحرار في النجف الآن، نعذركم من استمرار قمعكم إلى الأحرار، والا نتوجه الى اساليب التصعيد اقوى، ومن هذا ومن هنا نعلن تضامننا الكامل مع ثوار النجف الاحرار، الرحمه والخلود للشهداء الاحرار، والشفاء العاجل لجرحانا، والحريه للمعتقلين والمغيبين. الان مشاهدينا الكرام دعونا نتابع بعضا من تعليقات النشطاء في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. عمار يقول: والله كفو من كل المحافظات اللي ساندت النجف. تعليق من غياث يقول: ناس ما يردوك، ايش عندك لازق بالكرسي؟ كافي خمطة النجف خمط بكافي عاد. ذو الفقار يقول: محافظ النجف مو اللي ابنه لزموه شايل مخدرات وطلع بقدرة قادر بزمن اخو عماد، يشير الى مصطفى الكاظم. حسام يقول: يعني شنو مجرد محافظ مقابل قطرة كرامة أو دم من بشر؟ بئس لكم. ننتقل الآن وإياكم مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرة. أثارت مناشدة المتظاهر مسلم خضير الذي أصيب خلال ثورة تشرين في عام 2019 في محافظة النجف بعد تفاقم وضعه الصحي الذي قد يصل إلى بتر قدمه، أثارت هذه المناشدة تعاطف العراقيين بعد دعوته لأصحاب الخير للتبرع له لإجراء العملية الجراحية خارج العراق بعد تخلف
الحكومة الحالية عن وعودها في علاج جرحى ثورة تشرين. لنستمع لمناشدته. السلام عليكم، أنا المتظاهر مسلم من محافظة النجف، الصوت 2019-12، وهاي حالتي، هاي حالتي، وهالتصوير يوم السبت بتاريخ 11-12-2021. مشاهدينا الكرام، هناك تفاعل في موقع تويتر من قبل العراقيين مع وسم أنقذوا مسلم خضير. دعونا نتابع بعضا من التغريدات التي وردت بشأن هذا الوسم في تويتر. صباح الناصر يقول: اللي عرفوا يشمرون ساعات وقلادات ومحابس ذهب بقيمة مئات الآلاف من الدولارات على الفنان من أجل المتعة التافهة، ممكن تشمرون بس ساعة ذهب وحدة على ابن جلدتكم؟ لو متعتكم وتبذيركم سلخكم من انتمائكم لناسكم. عبير تقول: حالة حال الكثيرين من أبناء تشرين الخالدة، بطل من أبطالها طالته أيدي الغدر والجبن فأصابته برجله، فناشد الكثير حتى لا تبتر ساقه، محتاج وقفة أهل العراق الشرفاء لمساعدته كي يعود لأسرته وأطفاله بدون بتر ساقه ومعالجته. نناشد أهل العراق الغيارة بمساعدة الجريح البطل مسلم. لدينا تغريدة من أحمد يقول: في بلدي يرمي الناس مقتنياتها الثمينة تحت أقدام من لا يحتاجها، بينما المناضل الذي أصيب وهو يطالب بحقوقهم يتنكرون لحالته، وتشل أيديهم وتنشف حساباتهم وتعمى أبصارهم عنه. عمار يقول: حالة وطنية أكثر من حالة إنسانية. هذه جزء من التغريدات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. دعونا ننتقل الآن إلى موضوع آخر. ناشدت الطالبة رقية هاني كريم أحمد وهي في الصف السادس الإعدادي قسم الأحياء في ثانوية بصرياث الأهلية، ناشدت الجهات المختصة بعد الظلم الذي طالها، حيث أدت هذه الفتاة الامتحان الوزارية وشاركت في الامتحانات في الدور الأول لأربع مواد وحصلت على معدل 97.5، وأجلت مادتي اللغة العربية والأحياء، ثم بعد ذلك شاركت في الدور الثاني وحصلت في مادة الأحياء على درجة 98%. أما في اللغة العربية فجاءت النتيجة 0، بالرغم من مشاركتها في الامتحان وتأكيدها على الإجابة الكاملة فيها، في سابقة خطيرة ومؤشر فساد في وزارة التربية على حد قول مراقبين. دعونا نستمع الآن مشاهدينا الكرام لشهادتها التي تتضمن أيضا تفاصيل أخرى قبل الانتقال الاستعراضي بعض التعليقات. لنشاهد. طالبة رقية هاني كريم صف السادس أحيائي ثانوية بصرياتة من محافظة البصرة، امتحنت أول دور بأربع مواد وجبت معدل 97.5، بعدين أجلت الأحياء واللغة العربية وامتحنتهم دور ثاني والأحياء أجلت 98 والعربي إجالي 0، رغم أنه أنا ممتحنة ومبصمة. بعدين قدمنا اعتراض وطلعت النتيجة مطابقة، رغم أنه أنا يعني امتحنة ومبصمة واضعة الليبل. أنا انظلمت رغم أنه العربي حال الأسئلة كلها، يعني ما معقولة واحد درجاته كلها بالتسعين ما عنده حتى 95 بعدين يحطونه 0 بالعربي، يعني حتى لو كاتبة كلمتين هم ما يخلوني 0، ومجاوبة كل شيء، الإنشاء، الأدب، حتى القواعد، رغم أنه ترك بسيط وحتى ترك وقتها كنت عارفتي. أناشد رئيس الوزراء ووزير التربية ومحافظ البصرة أسعد العيداني في النظر إلى مظلوميتي، رغم أنه أنا الأولى على المدرسة ممتحنة وجالي 0 بالعربي. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه هذا الموضوع وهذه المصيبة بالنسبة لهذه الفتاة. يقول أحمد: أكيد حولوا أول ورقة من دفترك لدفتر واحد طاق ومورق وخلولك دفتر فارغ بلد وكل حرامية. جراح يقول: ابني أيضا حصل على 0 في الكيمياء وهو يقسم أن إجابته جيدة، ولا يمكن أن يحصل على 0 تحت أي ظرف كان، الظاهر أن هناك سرقة لدفاتر الامتحان. أمجد يقول: تحويل الدفاتر إلى طلاب آخرين مقابل ثمن، وهذه الحالة
حصلت قبل سنة أو سنتين. أحمد يقول حتى الدرجات همتنباق، الله أكبر عليكم. ننتقل الآن وإياكم الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوعنا الرابع والأخير في هذه الفقرة. انتقد مواطن عراقي إجراءات تسجيل وتحويل دراجة نارية بشكل ساخر، واصفا إياها بأنها معاملة لتسجيل مركبة فضائية، حيث يعاني المواطنون العراقيون من البيروقراطية الكبيرة في دوائر الدولة بسبب البطالة المقنعة ووجود كم كبير من الموظفين نتيجة تعيينهم وفقا لنظام المحسوبية والمحاصصة والكوتة الحزبية التي حولتهم إلى عبء يثقل كاهل المواطن والدولة. لنشاهد. سوى معاملة مال دراجة باوع ديال الروتيني، هذا ابو الدراجة واللي اشتروا من عند الدراجة والصين باوع الاختام والعمل ديال الروتيني باوع والوكالات وجيرانهم والخيط بدلة العروس باوع. هاي المعاملة بعد، هاي الصفحة الثانية، هذه معاملة مال مركبة فضائية تنطلق باوع الاختام وكل ختم من قبل عميل وعقيد بالشرطة باوع. باوع هذا ذيل الروتيني باوع. هاي مركبة فضائية راح تنطلق، هشام راح يركبها، احد المواطنين المغلوب على امره ها راح يركبها ويطير بيها. شوف باوع الاختام والجهد والعزاء، والعراق نصه مزور. كلام في الصميم. لنتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذه القصة وهذا الموضوع. أنور يقول: عقداء ضالة وألوية لا شغل ولا عمل، فنطعهم ختومات يختم بها إلهي نفسه. رشيد يقول: جهد ووقت ومعاملة طويلة عريضة، روتين قاتل وممل، مثل المثل اللي يقول البطانة أغلى من الوجه. خالد يقول: العقد ما طائرات F-16 ما بيها القد أختام. ومهند يقول: كل شيء صعبه حتى يصير بيه فساد وبوق وفلوس. وهناك في هذه الدوائر مشاهدينا الكرام بشهادة شهود، هناك من هم موجودون لتمشية هذه المعاملات مقابل مبلغ مالي. تدفع تمشي هذه المعاملة بظرف دقائق، ولا تنتظر ولا تقوم بالمرور في هذه الدوائر بحثا عن نهاية لمعاملتك المستعصية. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مع فقرة إنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على تقرير منظمة الهجرة الدولية التي قالت فيه إن 1,200,000 عراقي ما زالوا في مخيمات النزوح حتى اليوم. وتطرق التقرير أيضا للأسباب التي تقف حائلا أمام عودة النازحين لمدنهم المنكوبة. لنشاهد. لم تكن رحلة نزوحهم سهلة، فهم من تركوا بيوتهم وممتلكاتهم قسرا خوفا من نيران المعارك وأحقاد القتلة، وأصبح حلم العودة إلى الديار صعب المنال بالنسبة لهم. لا بل قل إن شبح النزوح المتكرر من مكان إلى آخر بات المسيطر على أذهان الآلاف منهم. مليون ومئتا ألف عراقي ما زالوا في مخيمات النزوح حتى اليوم، بحسب تقرير سنوي لمنظمة الهجرة الدولية أشارت فيه إلى أن مستويات عودة النازحين إلى ديارهم قد تراجعت منذ حزيران 2018، إذ لم تشهد عشرات المواقع ومعظمها في محافظات بغداد وديالى وبابل أي حالات عودة للنازحين. منطقة عسكرية جرف الصخر لحد الآن، يعني الدولة ما مسيطرة عليها، الدولة ما تقدر تتخذ قرار جريء وترجع نازحين جرف الصخر. أما الأسباب والعقبات التي تعترض عودتهم بشكل آمن ومستدام، فهي عدم توفر الأمن والاستقرار وانتشار الميليشيات في مناطقهم، فضلا عن عدم إعمار مدنهم المنكوبة وغياب التعويضات التي وعدوا بها لإعمار منازلهم المدمرة، ما شكل لدى معظمهم مخاوف من أن يصبحوا عرضة لمزيد من المخاطر كالتشرد والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والملاحقة من
قبل القوات الحكومية والميليشيات الموالية لإيران بتهمة الإرهاب. قاعدين بطلوا كل شيء ما عندي وأنا مريضة. معاناة النازحين لم تقف عند حدود العودة إلى ديارهم، فهم يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات والحرمان على المستوى المعيشي. أهلا بكم مشاهدين الآن إلى فقرة صندوق الوارد. لدينا هذه الرسالة، دعونا نقرأها لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مجموعة من الطلبة نناشد منذ أكثر من أسبوع بخصوص الانتساب الاختياري دون صدور أي قرار بخصوص هذا الموضوع، علما أن الوقت قد داهمنا ولنا أسبابنا الكثيرة التي تدفعنا للتمسك بهذا المطلب، حيث تكتظ المدارس والصفوف بأعداد كبيرة من الطلبة، فضلا عن عدم توفر الكتب وقلة الكادر التدريسي. نتمنى منكم إيصال صوتنا عن طريق القناة، ونتمنى التطرق لمعاناتنا في كل برامجكم، لأن شريحة الطلاب المطالبين بالانتساب تعرف ما الذي يناسبها وما الذي تريده. مع تحياتي لكم مشاهدينا الكرام. بإمكان حضراتكم أيضا أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة التابعة لقناة الرافدين الفضائية. نراكم بعد قليل. الآن مشاهدينا مع فقرة الهاشتاج، واسمنا لليوم هو كلا للابتزاز، حيث أطلق مجموعة من الناشطين والمغردين على موقع تويتر واسما في ظل انتشار هذه الظاهرة وتبعاتها الخطيرة على المجتمع العراقي، حيث عبر المغردون عن غضبهم من هذه الظاهرة، خصوصا في التي تنتشر في المواقع الإلكترونية والتي تدل على سلوك غير أخلاقي. دعونا نتابع بعضا من هذه التغريدات. زينب تقول: الابتزاز حالة قد تكون أسوأ حالة في المجتمع، يرتاد طريق الابتزاز فئة قذرة ومجرمة، جريمة الابتزاز هي تشبه جريمة القتل، فكلاهما يؤدي للموت وخاصة في مجتمعنا العشائري. يدير أغلب اللوبيات المبتزة هم تابعون للميليشيات، شاركوا الحملة. أحمد يقول: الابتزاز الإلكتروني ظاهرة تعبر عن انحطاط أخلاقي يجب على المجتمع والدولة محاربتها بطريقة مسؤولة. كرار يقول: السقوط الأخلاقي وصل مرحلة لا تطاق، ولازم وضع حد من قبل الجهات الرسمية والقضائية والتنفيذية، بس لو يطبق القانون على الكل نصير بألف خير. علي يقول: لا فرق بين من يبتز الأبرياء ومن يقتل الأبرياء، فكلاهما إرهابي. هكذا يرى علي. هذه جزء من التغريدات مشاهدينا الكرام. هناك تفاعل عراقي كبير بشأن هذه القضية، إن كان في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى المتداول ضمن الشارع العراقي اليوم، بسبب هذه المفاهيم والسياسات التي انتشرت وتنامت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وقدوم هذه الأحزاب الفاسدة. نراكم بعد قليل. الآن مع القصص المنوعة مشاهدينا الكرام، نبدأ بأول قصة لدينا. عشرات القتلى جراء كارثة طبيعية عصفت بولايات أمريكية في الوسط والجنوب. الرئيس الأمريكي خرج ووقع إعلان طوارئ ووصف الأوضاع بأنها مأساة تفوق التصور. دعونا نشاهد. This is likely to be one of the largest tornado outbreaks in our history.
ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر. طور علماء جلدا نباتيا قد يصنع ثورة في مجال الملابس. هذا الجلد مصنوع من الفطرة. دعونا نشاهد. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.